قام والي ولاية العاصمة الجزائر العاصمة نعم عبد الخالق سيودة بزيارة وتفقد نعم لمختلف المشاريع التنموية بالعاصمة، أين وقف على نسبة تقدم الأشغال بها إضافة إلى تدشينه عدة مشاريع؟ التغطية لهاجر بوعلي. انا فت من هنا وسي بورصان انا فت من هنا وعيط له كان لي قرصون برك سيدي والي اليوم كانت انطلاقة نتاع البرنامج التنموي لسنة 2020. هذا البرنامج اللي عنده تمويل متعدد من ميزانية الولاية وميزانية الدولة. برنامج هذا يتمحور ويتضمن مشاريع عديدة. الانطلاقة راح تكون اليوم وستتبع بخرجات عديدة لكل بلديات الولاية. برنامج هذا اليوم يتضمن أولا بالدرجة الأولى هو التهيئة الحضارية. لاحظتوا باللي فيه أحياء عديدة تعاني من مشاكل التهيئة، لا سيما الطرق الحضرية والطرق الريفية. هذا وصرح والي العاصمة سيودة وعبد الخالق سيودة نعم بزيارة عمل أو أن الولاية أعطت أهمية كبيرة لقطاع أو التكفل بالتطهير خاصة مجاري الوديان، ومؤكدا أن العاصمة لا زالت تعاني في قضية الصرف الصحي بالوديان. بالإضافة إلى التكفل بتطهير لا سيما مجاري الوديان، العاصمة ما زالت تعاني بقضية الصرف الصحي المتواجد على مستوى الوديان. أعطينا الأولوية لهذا الجانب دون أن ننسى كذلك تطهير الأحياء والأحواش.